في يوم الأيام يذكر أحد المشايخ ذهبت إلى إحدى المجمعات وإذا بذلك الشاب في سيارته ويبكي، فأتيت إلى هذا الشاب أنظر لماذا يبكي. موقف يقول رأيته وهو شاب في زهرة شبابه ويبكي، يقول جيته قلت تسمح لي 5 دقائق وهو يصيح ويبكي هذا الشاب. يقول عطاني جواله قال أقرأ الرسالة. قرأ الشيخ الرسالة ومكتوب في الرسالة: حبيبي مهند لا تزعل، حولت بحسابك 280,000 ريال. الله يا جماعة، قال هذا الشيخ زين ليش تبكي الآن بحسابك 280,000 ريال؟ هذه الرسالة من أبو مهند. قال يا شيخ والله إن في حسابي الآن 280,000 ريال، وهو يا أخوان من الأثرياء وراكب سيارة من أفخم السيارات، ما في مكان في العالم إلا وجيته، ولكن والله إني أشعر بهم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يا شيخ والله ما لقيت الراحة ولا السعادة. قال تسمعني 5 دقائق؟ قال تفضل. يقول جلست معه ذكرته بالله سبحانه وتعالى، قلت يا مهند السعادة ما هي في الأموال ولا في السيارات ولا في السفر ولا في الأغاني، السعادة لا يملكها إلا الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما في سعادة إلا مع الله. الله جل وعلا اختصر علي وعليك الطريق أن هذا القلب لا يطمئن ولا يسعد إلا بذكره جل وعلا. يقول ذكرته بالله، يقول حتى سكت. قلت يا مهند أنصحك تروح عمره، خذ عمره وغير جوك وغير إيمانك وجدد إيمانك. حطيت رقم جوالي ثم مشيت. وبعد كم يوم دق علي مهند قال يا شيخ أنا مهند وأبيك تروح معي المكة المكرمة لأداء العمرة. يقول الشيخ رحت معه، يقول والله نحن نطوف على الكعبة وفي الحرم ومهند يبكي، لكن بكاء اليوم غير بكاء من أربعة أيام كان يبكي نعم، لكن بكاء في هم وحسرة، ولكن هذا البكاء بكاء ندم وبكاء توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بكاء ندم وبكاء توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما أجمل دموع التائبين، ما أجمل دموع التائبين. يقول الشيخ بعد أن انتهينا من العمرة ورجعنا، يقول صار عندي شغل تركته. بعد كم يوم يأتي الاتصال، نعم. قال يا شيخ أنا أبو مهند. يا شيخ ترى مهند مات اليوم في حادث والصلاة عليه اليوم. لا إله إلا الله. مات مهند لكنه مات وهو تائب، مات وهو قد صحح العلاقة مع الله جل وعلا. أنا وأنت متى نجدد التوبة؟ أنا وأنت متى نعلم المقصد الحقيقي من وجودنا في هذه الدنيا؟ والله ما أوجدنا الله إلا من أجل أن نتعرف عليه. الله ما أوجدني وأوجدك يا عبد الله إلا من أجل أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. الله يخاطبك أنت أيها الإنسان، لا يخاطب سواك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه نهاية الشاب مهند لما تعلق قلبه بالله جل وعلا.